ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. حطينا العجه في الفرن وعملنا القرنبيط المقرمش بطريقه لطيفه وتتبيله حلوه، وقلنا احنا سلقناه ازاي وعشان نحتفظ بيه ونقدر نخليه كده متماسك وبرده مستوي، لكن زي ما قلنا بنسويه بنسبه 80%، بناخده من الميه السخنه اللي حطينا فيها رشه الملح ورشه الكمون الحب وشويه اللبن، تساعد على انه يبقى ابيض وجميل. كمون كمان يساعدنا على الناس اللي بتعاني من القولون في الغازات والانتفاخات والحاجات دي، مع انه كمان يساعد ان احنا نمتص بالكمون نسبة الحديد الحلوة اللي في القرنبيط. هنبدأ بقى، عملنا العجة، العجة دي سريعة، نقدر العجة دي تتخلط في الخلاط لو انتوا حابينها، ونقطع القرنبيط صغير وتتعمل زي الأقراص وتتحمر. احنا حبينا النهاردة نعملها ده الكمون الحب، حبينا نعملها في الفرن تبقى سريعة. ودلوقتي هنعمل وصفة للقرنبيط. في ناس كتير قوي بتحب القرنبيط الجراتان أو القرنبيط اللي هو بالوايت صوص، فأنا طبعا عايزة أعمله. هنزل مقاديره دلوقتي مع حضراتكم. قرنبيط الجراتان هو بسيط وسهل، كل الفكرة فيه في نسبة الكريمة ونسبة البشاميل خفيف اللي احنا عايزين نعمله. فضلكم نزلوا المقادير، عندنا للقرنبيط الجراتان قرنبيط مسلوق، وطبعا عندي كمان معلقتين، 3 معالق كبار من الزبده قدهم بالظبط من الدقيق، وعندي كمان مكعب مرق دقيق. يعني لو حابين عايزين تضيفوا مع البشاميل شويه مرق اذا في عند حضراتكم، مش حابين الكميه كلها تبقى باللبن ماشي، حابين ان انتوا تخلوها كلها باللبن والكريمه ماشي، زي ما تحبوا. وعندي كمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا، جوز الطيب، رشة ملح وفلفل، وكوباية كريمة حسب الرغبة. طيب تعالوا بقى كده، هناخد أول حاجة الزبدة، وهاخد مكعب المرق، وزي ما اتفقنا أي بشاميل في الحياة المادة الدهنية قد بالظبط نسبة الدقيق اللي احنا هنحطها. هاخد كده مثلا وسك، مش عايزة أزعج حضراتكم بيه، بس طبعا بسم الله. خلينا بس نقول لاستاذ احمد الدبيكي حاجه، اهم حاجه في الفطير راحته، وان احنا نفرده بايدينا الايه بيتفتح بيتفرد معانا وبيوسع كده. واهم حاجه بين الطبقات نحطش نسبه دهون عاليه، لا سمن كتير ولا زيت كتير، عشان ما ينشفش بعد ما يطلع من الفرن. ويفضل لو عند حضرتك وش اللبن او حته قشطه بلدي هنحطها على الوش من فوق عشان تدي طراوه ونكهه وريحه للفطير. طيب هاخد كده معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا. يا صباح الفل، صباح الجمال، ايه الحلاوه دي؟ حبيبه قلبي صباح الفل عليك. الورد الورد الجميل ده. يا روح قلبي ربنا يخليكي. تسلم ايدك يا عسل، منور انت النهارده كده. يا روحي ربنا يخليكي لينا مدام منال، تسلميني. حبيبه قلبي، اشكرك جدا على معلوماتك كمان الجميله قوي يا كده. حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب. اجمل حاجه واحلى حاجه بتعجبني فيكي كمان ان انت تعملي الحاجه وتقولي المعلومه. ما هو عشان كل حاجه بنستفيد منها لازم اقولها لحضراتكم، انا كل اللي بعرفه مش بتاخر عليكم والله. قوي انت فعلا بتدينا جامد يعني. تسلميلي والله. معلومه الحديد اللي بيمتص ده من الكمون قالتها لي دكتور ريهام الحياوي، خلينا ابعت لها تحيه واحنا بنتناقش الصبح، فانا قلت لازم اقولها لحضراتكم. تحيتنا ليها برضه حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي، تسلم ايديكي والله. الله يخليك يا فندم، انا متابعاكي لغايه اخر الحلقه، والنهارده عايزه اقول لك برضه بصره هناكل قرنبيط. الله اكبر، الف هنا وشفا حبيبه قلبي. ده وقته بقى. ايوه صح صح. وعايزين بقى نخزنه وتقول لنا برضه على الطريقه بتاعت التخزين الصح. انا هعمل لكم طريقه تخزين لاكتر من حاجه في الموسم ده، عشان اللي عايز يخزن قبل رمضان يبقى براحته من عندي والعندي يا مدام منال. حبيبه قلبي حبيبتي. صباحك زي الفل، صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبتي. حبيبه قلبي حبيبتي، في حفظ الله، مع الف سلامه. تسلمي يا مدام منال، عينيا ليكوا. حاضر، انا حطيت الزبده والدقيق وهنزل كده باللبن، حطيت مكعب المرق، بسم الله كده، وممكن اضيف كمان شويه من الميه، مع بما اني حطيت مكعب مرق ممكن اضيف شويه ميه صغيرين بس مش كتير. وهنتبل بقى البشاميل الخفيف ده، ممكن نتبله برشه ملح بسيطه، عشان حاطه طبعا مرق، رشه فلفل لو في فلفل ابيض ماشي، طبعا المهم جوز الطيب مهم قوي، مع الصوصات البيضة بشاميل او صوص ابيض، رشه بس جوز الطيب كده خفيفه. خلاص هنقلب كده،
لحد ما يوصل للقوام اللي احنا ايه عايزينه. انا ممكن اقلب بسباتشولا بقى، مش عايزه ازعج حضراتكم اكتر من كده، وهبدا اخد القرنبيط ده، يعني ممكن نقطع منه شويه صغيرين مش كتير زي ما عملنا في العجه، بس مش مفروم بقى. وادي الجبنه، بصوا كده، تعالوا بقى، بسم الله، ادي ناخد شويه واجيب كده بايركس، ممكن هنا اخد المدور ده نعمل فيه الجراتان. هنبدا نقطع كمان، بس مش عايزه اقطعه يبقى، عايزاه وردات صغننه، يعني عايزاه يبقى ظاهر شويه، عشان الجراتان ده لازم انا احس بالقرنبيط نفسه، يعني اكله واحس بيه مش زي العجه. نبص بص على العجه كده، اوكي لسه شويه، هسيبها تاخد وقتها، لسه شويه كده كده، بسم الله. بشاميل خفيف، اللي عنده كريمه وعايز يضيف ماشي، نقدر نعمل كريمه في البيت على فكره، وان شاء الله نعمل حلقه خاصه بالكريمات، كريمه الطهي، ونتكلم عن البدايل عشان نقدر نعملها، لان انا عارفه ان هي بقت يمكن غاليه كتير، فايه عايزين اللي عايز يستخدمها في اكلات كتير يقدر يستخدمها اهو. ما ضفتش اي حاجه غير الصوص الابيض اللي احنا هنحطه بالجبنه بس اهو، شايفين ازاي؟ يلا بينا، بسم الله، هنبدا بقى نقلب هنا. بدا الصوص خلاص اهو يتماسك، خليني اعملها معلش كده بالديسك، وايه وريحته تبقى جميله. هنصبه بقى، حط اول حاجه كده الجبنه على الوش، ودي اختياري يعني، ممكن ما تحطوهاش لو مش حابين كده، وهنقلب بقى الخليط الحلو ده، نصب فوقها رشة بس بسيطة من كمون كده خفيفة قوي، يبدأ بس يتماسك، ونضيف عليه المكونات دي وندخله الفرن اهو. وهننزل المقادير تاني مرة تانية لحضراتكم، تمام، تسلم ايديكم. يبقى قلنا قرنبيط مسلوق، 3 معالق من الدقيق على 3 معالق من الزبده، مكعب مرق اختياري، لتر من اللبن، كوبايه كريمه، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا، وكمان رشه من جوز الطيب، وطبعا ملح وفلفل. مقاديره بسيطه جدا. تعالوا بقى ننزل مقادير القرنبيط المقرمش اللي احنا عملناه والعجه كمان، عشان يبقى نزلنا كل مقاديرنا لو سمحتوا اهو. عجة كمان، وبعدين القرنبيط المقرمش اهو. تعالوا بقى نصب كده، يلا بينا، يلا بسم الله. معانا القرنبيط المقرمش، عندنا قرنبيط مسلوق ونص كوباية حليب وده للسلق، ومعلقه من الكمون الايه الحب، معلقه كبيره من الملح، وطبعا التتبيله بقى اللي احنا حطيناها مع حضراتكم اللي هي 4 بيضات، معلقه كبيره ثوم مفروم، وكوبايتين من الدقيق، واتنين كوب من الحليب، بصوا، ومعلقه كبيره من الخل، و نص كوباية من النشا، دي المكون اللي قلت لحضراتكم هيساعد على قرمشة القرنبيط قوي،
ومعلقه كركم، وطبعا اساسي الكمون، ونحط شويه كزبره خضراء، شويه شبت زي ما تحبوا. عايزين نتكلم عن فوائد الشبت. بصوا بقى هنا العجه بدات تاخد لون تمام، باقي لها شويه صغيره. ممكن احط الطاجن ده تحت هنا او جنبها، هيجي ولا لا؟ يجي. طيب بصوا الشبت ده من الحاجات المهمه قوي لصحه العظم، لانه كمان غني بالكالسيوم جدا. طيب هو كمان يعني الحاجات اللي بتعالج هشاشه العظام مهمه قوي للروائح النفس. عايزه اقول لكم بقى مفيد جدا لمرضى السكر، انه بيساعد في التحكم في مستويات الانسولين لمرضى السكر، غير طبعا انه مفيد جدا للغازات. تعالوا بس نشوف العجة دي، انا عايزه اطلعها معاكم واقول لكم كده ايه اخبارها، ايه كان ايه لسه شويه، حاجه بسيطه يعني. عايزه اقول لكم بقى ده مش هيدخل كده، يبقى لازم استنى يا ولاد. ماشي، معلش دقيقتين بالظبط. طيب عايزه اقول لكم كمان الحاجات العشبيه دي بتاعت الشجر دايما حلوه ومعطره للنفس، زي الريحان، البقدونس. الناس اللي بتبقى عايزه تغير ساعات نفس اقول لك اكل كام ورقه بقدونس. اتفقنا ان كل حاجه خضراء داكنه نسبه الايه المضادات الاكسده فيها عاليه جدا ومفيده، وبتقلل من الضرر، بالذات الكوليسترول الضار مهمه. عايزه اقول لكم بقى يعني ايه الحاجات، الفشار الساده من غير حاجات احنا عملناها قبل كده، واحنا قلنا انه مهم قوي لتسوس الاسنان بتاع الولاد. الولاد لازم يغسلوا اسنانهم كويس قوي. انا فاكره والله زمان ما كنت لسه في الجامعه يعني، وكنت بروح للدكتور بتاع الاسنان كان يقول لي امشي في مع فرش سنان بتبقى ليها كفر كده، روحي اشتريها خليها في شنطتك، تروحي في مكان كلتي ادخلي اغسلي اسنانك. مهم قوي، قال لي ده احنا المفروض نغسل سناننا بعد كل اكله بناكلها، احنا بناكل طول اليوم هنعمل ايه؟ هفضل قاعده في الحمام ولا ايه؟ فقال على الاقل، على الاقل يعني مرتين في اليوم، مرتين لثلاثه في اليوم هو ده اقل حاجه. قلت له تمام، بس هي الاول الصبح ومره كمان بالليل قبل ما ننام، علشان ما نسيبش اي بكتيريا خاصه في الفم تفضل معانا للصبح في بقنا، دي اكتر فتره بننام فيها بتبقى فيها الدنيا مش سليمه. فاهم حاجه ان الولاد يغسلوا اسنانهم كويس قوي، لانه الفتره دي الولاد بياكلوا حاجات كتير وما بقوش يهتموا قوي يمكن بالثقافه دي، بعض العائلات اللي بتهتم بيها قوي اللي بتكون الام او الاب عندهم نفس الفكر ده. طيب تعالوا بقى ايه، احاول اطلع العجه اللي مش عارفه اخذت لها قد ايه كده العجه دي. ايوه لازم تتقرمش كده شويه، ها صح تمام، هو شغال كويس، احنا اللي مستعجلين بس. حبايبي طيب طيب احنا دلوقتي، لا يا حبايبي انتوا عايزين، لا انا عايزه اطلع بس العجه بس مديها تدي لون بس كده حلو. معنا مين؟ ريحانة. الله، اهلا يا استاذه ريحانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك، اكل جميل حبيبتي، الله يسلمك من كل شر. شكرا استاذه حقيقي يعني، حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايزه استاذنك، لما بعمل المقلوبه ما بتطلعش معايا شكلها مقلوب زي ما بتبقى الحاجه بتطلع كده، البتنجان والبطاطس واللحمه. طيب حضرتك بتعمليها في حله ولا بتسويها وبعدين بتنقليها في قالب وتقلبيها؟ لا انا بعمل كل حاجه في الحله، بحط الباذنجان من تحت وبحط الطماطم وبحط بطاطس وبحط اللحمه والحاجات ديت والرز. حلو قوي. وبعمل الرز بحس ان هو عاجن مني، لما باجي اقلبها ما بتطلعش نفس الشكل يعني. طيب احنا خلينا نتفق ان نوع الرز مهم وتسويه الرز مهمه، واحنا كده كده لما بنعمل المقلوبه خلي حضرتك الافضل ما تقطعيش البتنجان دواير، قطعيه بالطول، احنا دايما بنقطعه بالطول ونخليه واخد جنب كده فريم، يبقى الرز في وسطيه خلاص. ونسبه المرق ما بتبقاش زي اللي حضرتك بتسوي بيها في العادي، بتبقى اقل. خلي بال حضرتك من النقطه دي قوي. خلاص، واللحمه بتبقى اوريدي مستويه، فانا واخد شويه مرق اسوي بيه يا دوب تبقى في مستوى الرز، مش فوقه، مش فوقه بكتير، عشان حضرتك بتغمريه زي الرز الطبيعي اللي احنا بنعمله. ده اللي يعجن بس منك المقلوبه. بعد كده هتحطيها وتهدي النار بقى في المرحله الثانيه.
يعني في ناس بت 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 بتحط بس على تسويه الرز وتحط الحاجه كلها في المرحله دي وتهدي النار قوي شمعه لحد ما تتشرب وتبقى جميله. اولا ما تعجنش معاكي بسهوله حتى لو انت هديتي النار والميه زياده فمش هيعجن. خلاص. ثانيا هتطلع لحضرتك الشكل اللي انت بتدوري عليه. أيوة. ولازم تتقلب سخنه بس تخلي بالك من ايديكي لازم تبقى صينيه اوسع من الحله عشان لا قدر الله ما تلسعكيش. هتطلع ان شاء الله. هو انا يعني حضرتك تفضلي ان انا اعمله بالرز المصري عادي ولا الرز البسمتي؟ والله انا بصراحه انا عن نفسي بعملها بالبسمتي، لكن لو حضرتك حابه تعمليها بالمصري هو بينجح، المهم نوع الرز يبقى كويس. لان في انواع رز تبقى كسر رز فبيبقى عجين ما بينفعش الا في المحشي. فاحنا لازم ننقي نوع رز كويس. ايا كان نوعه. في انواع كتير دلوقتي كويسه، لكن طبعا مقلوبه بما اني بقى عامله حاجه حلوه وكده انا بقول يعني ما جاتش على كوبايتين ثلاثه رز بسمتي هعملهم اصفر او الذهبي بيبقى بتطلع رائعه. هتطلع معاكي حلوه لان نسبه الميه بقى اللي حضرتك بتحطيها دي تناسب الرز البسمتي. انا كده فهمت حضرتك بتحطي المقدار ازيد من الرز بقد ايه عشان هي اطول. طيب هنطلع بقى دي عشان تشوفوها. ايوه خلاص كفايه كده حلو قوي. هي طبعا اللي عايز بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حبيبه حبيبه لا راحت حبيبه. طيب خليني ايه انا مش هعرف بقى اجملها بحاجه من فوق خضره هي فيها حاجات كتير خضره فخلينا نشوفها هنا وانقلها لكم على طول احسن. انقلها هناك ريحتها روعه. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه هنا انا شفتها ولا خلاص تمام. وهنحط الجراتان ده بقى القرنبيط ده. القرنبيط ده يعني برده من الحاجات الجميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هياخد بقى اللون الحلو ده والبشاميل بتاعه اللي احنا عملناه الخفيف ده. البشاميل الخفيف ده مقاديره مظبوطه جدا لاي نوع بشاميل حضراتكم عايزين تعملوه، يعني سواء بشاميل مكرونه او لكوسه بالبشاميل او للقرنبيط زي ما انتم عايزين. وهيطلع معاكم برضو من انواع القرنبيط اللطيفه. في بقى انواع تانية للقرنبيط اللي هي زي الاقراص زي ما اتفقنا، وممكن نعمل كمان قرنبيط باللحمه المفرومه اللي بالصوص بيبقى حلو قوي قوي وليه كده طابع جميل. الحقيقه انا بحبه بقى النوع ده، انا بحبه قوي هو والجراتان كتير جدا. فخلينا ايه ان شاء الله مره تانية ننوع فيه حاجات القرنبيط ونعمل منه اصناف تانية. طبعا احنا النهارده يعني حبينا نعمل الحلقه اللي كنا واعدين حضراتكم بيها خاصه بالقرنبيط، وان شاء الله اي طلبات لحضراتكم باذن الله يعني ان شاء الله تكون من الحاجات اللي في الاولويات دايما لينا، لان اي طلب بيطلب مني على الهواء انا ببقى حاطاه على طول ان انا لازم انفذه. اسمحوا لنا بقى دلوقتي هنطلع للفقره الطبيه ونستعد ليها ونشوف حضراتكم ان شاء الله على خير بعد الاستراحه. في انتظاركم.